مورينيو اللي مدرب ما يختلفوش زوز انه يمكن من احسن المدربين في تاريخ كرة القدم العالمية. مدرب معناها خلينا نقول انا بايجابياته بسلبياته يقعد ديما قام في تدريب، مدرب يقعد ديما مستفز، مدرب ماذا بيك حتى تكون انت صحفي وتحب تسأله سؤال في الندوة الصحفية ما قبل او بعد المقابلة تختار الاسئلة متاعك بحذرة. هذه يقولوا فيها خاصة خاطر صارت في اول الموسم مع صحفي للبي بي سي، كي سأله قال له وين تشوف فريقك الموسم الحالي، قالوا شوف لا قالوا وين تشوف فريق الموسم الحالي هل قادر يلعب في البطولة على المراكز الأربعة الأولى بريمير ليج. قال والله سنحاول أن نضمن مقعد للدوري الأوروبي، معناها نحاول أن نجي في الأخر معناها ثالث رابع، ولكن البطولة صعبة برشا، ولكن مش نحاول نخدمه. بعد توالت الأسئلة معناها برشا سألوه قبل ما يختم المؤتمر الصحفي، تلفت يفركس على المراسل بي بي سي وقال له نحب نقول لك اللي راه مدام مورينيو موجود ما تقولوش شنو الطموح متاعك، هذا الطموح ديما هو الظفر بأي لقب في أي بطولة نشارك فيها. مورينيو اليوم بإيجابيته بسلبيته أنت عبودة اخترت تحطه مش في اللفتو في الأوفسايد. السبب عبودة، السبب هو الكلام اللي قاله الكلوب في آخر المباراة القمة اللي صارت اللي جرت نهار الأربعاء ضد ليفربول، دونك توتنهام ليفربول في الأنفيلد رود. دونك ليفربول ربح 2-1 في الدقيقة 90 هدف فيرمينو رينا الناس كل، ولكن زاد كيف كيف رينا اللي توتنهام جاتها فرصة بيرغوين وضربتها على العارضة. ولكن بعد مفيد المباراة معناتها مورينيو اللي هو كيعادته ما وفي لعاداته مشى وقال الكلام اللي ظهر لي أنا غلط بالنسبة مستنس كلام وراه صحيح يكون موزون ايه. حتى كي الديكلاراسيون معناتها كيما المرة اللي فاتت غزر السيتي مع المدرب السيتي بيب غوارديولا اللي قال هو ربحوا 2 بلاش في توتنهام في الوايت هات لين، قال له معناتها راه تنجم تاخذ، قال احنا انت تركنا الكوره وقتها وكل، قالوا تنجم تروح بها للدار الكوره، اعطيني انا المهم اعطيني 3 نقاط. وذاك السار خلى السيتي تلعب 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 دور في الكوره، امتلك كوره قربت 80 ولا 80% في الاخر، مركز اهداف ممتازه خذت 3 بوان وتعد. كيف كيف زاد مسالوه زاد على النقائص نتاع كلوب، نقائص تاع ليفربول قبل المباراه هذه الاخرانيه ضد نهار الاربعاء، قال لهم قالوا لهم عشا نقاس، قالوا شو عشا نقاس وبدأ يسميهم ناس كل موجودة ألكسندر موجود، ترينت أرنولد شو اسمه روبرتسون موجود على اليسار، فيرمينيو صلاح ماني إلا فان دايك نحا قال مش موجود سعيد إلا خلوا معناتها كنت تحبني أنا نخرج لك 10 خلوا نجيب لك 3 من الموان هذا نحكي على مورينيو 3 من الموان سيزون 3 من الموان 18 طيب نجيبهم لك ونقول لك حتى هذو مولد توتنهام ناقصين. دونك قالوا هذا راهو ما عنده حتى معنى الحقيقة، شكون ناقصة؟ ناقصة فان دايك والكانتارا، هذوما اللي حقيقة عباد اللي نجم يكونوا تيتولير نهار الأربعاء كان جاو اللي خلاو بلايصهم اي، ولكن زاد ما هذيك هي نجم يكون ناقص عادي جدا معناتها. دونك مشي نرجع للموضوعنا الأساسي نتاع علي حتيني أوف سايد، بعد مباراة اللي خسرها 2-1 قال لي مشي للكلوب وقال له راهو معناتها الفريق الأفضل هو اللي خسر اليوم. اش معناتها الفريق الأفضل هو اللي خسر؟ توتنهام كان أفضل في المباراة ولكن اللي تفرج المباراة ما يمشي يقول هكا. الصورة ديجا قدامكم صورة معبرة على الصفحة الرسمية نتاعنا راديو ميتشينيزي، انفعال كبير من مورينيو وهدوء من كلوب زاده، وكلوب لابس البافيت ومورينيو لا اي بوكس هذيك بحط على روحك. دونك انا كي نعطيكم العدد ديجا اللي تفرج المباراة يفيق لي راهو بريمير ميتون معناتها اللي شاتتو اللي شاتو جواريت ليفربول لي زاتاكون تاع ليفربول في المرمى جوست ما كانوش محتو متركنين مليح كيما نقولوا بلغتنا، كانوا ديما عند يوريس وتطلق وتالق دير حتى البونتو كنا نتفرجوا في فرصه لليفربول دونا وجونا قاو سون راس راس اي. دونك نعطيكم شويه احصائيات باش تفهموا قداش الحكايه ما تركبش على بعضها معناتها، اللي هو انت ليك الكره ليفربول 76% 24% لتوتنهام معناتها شوف قداش فرق بتاع انت تلك الكره. تسديدات ما نقولوش المؤثرة، تسديدات نحو المرمى معناتها ماهيش مش في المرمى، تسديدات وكاو 17-8 هذه ما توتنهام اللي مؤثرة التسديدات اللي اون تارجت بلغة أخرى 11-2 معناتها راهو ليفربول شاطت 11 شوطة كادري معناتها يضرب معناتها نحاهم يوريس بيان ايفيدامون، وتوتنهام شاطت 2 برك منهم الهدف 50% الريوسيت بالنسبة لتوتنهام. نعطيك شوية على الكورنيريت، الكورنيريت بالنسبة للمباراة هذه 7-4 7 كورنيريت داير الكورنير السابع هو اللي كان
مصدر الهدف نتاع فيرمينيو رينا ناس كل سبعة كورنرات باربعة هني حتى بالاستاتيسيك حتى اللي متفرش المباراة أمير ما نعرفش يقول اللي أحسن هو اللي خسر بالعكس بالاستاتيسيك هنا اللي أحسن خذ الربح ويمكن زادا مورينو نغر على خطر الخطة بتاعه نشحت اللي عملها عمل كي عادته يمشي للجمعية ولكن فيرمينيو غادروا في دقائق الأخرى نتاع المقابلة هو شي يحب في ماذا بيك مورينو ما رايش الكرة يخليها للادفيرسير نتاعو يحب يراهم بعد دوما ياخذها هو في الشبكة هذاك صار مع السيتي كما قلت لك من الأول ولكن البارح نهار الأربعاء مع ليفربول تقدر وتقدر في حاجة اللي هو سيبوزي ما تقدرش فيها خد دفاع ليفربول اللي فيها دوتنهام كان ممتاز على كرة ثابتة يمكن كان تقدر في فاز دو جو نقول لك ولكن كرة ثابتة فيرمينيو بالراس مش من عوايده سجل على كورنر ركنية دونك الكلام اللي قاله مورينيو نحطه هنا في الأوفسايد وأنا متأكد اللي هو نغر على خاطر خسر في الدقيقة 90 واضح دونك هذا وعلاش اخترنا اليوم مورينيو في الأوفسايد تذكير انتهت مقابلة المستقبل الرياضي بسليمان ضد ضيفه النجم الرياضي الساحلي مستقبل رياضي سليمان استطاع انه يقلب تاخره بهدف الانتصار بزوز اهداف في ثاني مقابلات الجوله الثالثه من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد قليل اخبار كره القدم العالميه والفانتازي لكن مش يكون قبلهم اكيد شنو المقابلات نجموا تلعبوهم في الدرجيل لاب مع البيت دسونسيز وقبلهم موعد مع اخر الاخبار المحليه والعالميه